هنا في صندرة في ريف حلب الشمالي، حيث يعاني أهالي البلدة ونازحها من تردد في واقع شبكة الطرقات. أين هو دور المجلس المحلي تجاه هذه المعضلة؟ ما هي أبرز الأسباب والحلول؟ كل ذلك وأكثر نناقشه في هذه الحلقة من برنامج مواطن وخدمات، ابقوا معنا. بلدة صندرة تقع في ريف حلب الشمالي، وتبعد عن مركز محافظة حلب نحو 45 كيلومتر. يقطنها قرابة 5000 نسمة. تأسس أول مجلس محلي في البلدة أواخر عام 2016. يعمل معظم أهالي البلدة في مجال الزراعة. يعاني سكان البلدة من تردي شبكة الطرقات. مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواطن وخدمات. سنسلط الضوء في هذه الحلقة على مشكلة وواقع شبكة الطرقات في بلدة صندرة في ريف حلب الشمالي. وفي بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بالضيوف الأستاذ أنور عباس، رئيس المجلس المحلي في بلدة صندرة، والأستاذ أحمد سطوف، مدير المكتب الخدمي في المجلس المحلي. كما يسعدني أيضا أن أرحب بالجمهور الكريم من أبناء مقاطني هذه البلدة الكريمة، أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ أنور، بداية نحن قمنا بزيارة لهذه البلدة الكريمة، وقد طلعنا على أبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطن. طبعا الأمر كان بالتنسيق معكم، مشكورين. وكانت من أبرز هذه المشاكل هو مشكلة وواقع شبكة الطرقات في هذه البلدة، داخل هذه البلدة وعلى أطرافها. يعني أنتم كرئيس مجلس محلي، ضعنا في صورة الوضع العام والواقع العام لشبكة الطرقات داخل هذه البلدة، تفضل. نحن الطرقات طبعا على موجب المجلس المدني، على موجب المجلس المحلي وإمكانياته ضعيفة، ما خرج نخدم الطرقات لأن الطريق مكلف كتير ونحن إرادنا ضعيف جدا، وهي بدها يعني دول ومنظمات، يعني طرقات وجسور تكلفة كبيرة واهظة. كمجلس إمكانياتنا ضعيفة جدا، يعني نحن هذا أمنيتنا أنه نقدر نخدم الجسور والطرقات للبلدة. طيب أستاذ، أدخلنا في لب المشكلة، ماذا تعاني الطرقات؟ ما هي أبرز مشاكل التي تعاني منها الطرقات داخل هذه البلدة وعلى أطرافها؟ أولا يعني الطرقات العقدة بين القرى مقطوعة بالشتاء لأنه كلها ترابية، بس صار أمطار انقطعنا من بعضنا. اثنين، قلب القرية يعني ما في لا طرقات لا تعبيد ولا تسفيت، بدنا إجباري نخدم، ما في، المواطن مقطوع وكلها جول ومستنقعات بتصير، لأنه باعتبار أنه طرقات ما هي مزفتة، ما فيها معابر يعني. واثنين، عنا جسور وقرى مقطوعة بين بعضها، قدريش وصندرة، قدريش بتربط للباب تقريبا، هاي الجسر والطريق 2 كيلومتر، يعني عم نعاني منه كتير، وفي طلاب أهل قدريش ما عم بقدر بيجوا 7 كيلومتر، عم عانوا مشان يجوا للمدرسة اللي هون لعنا الإعدادية. وفي عنا جسر تل شعير، سوينا قسم منه بإمكانياتنا الضعيفة تصليح، هذا فجروه داعش من نقول وقت اللي صارت المعركة هون، معمر هو، تفجر، بعد ما تفجر قمنا بدنا نصلحه، ما في إمكانيات، صلحنا قسم المنتصف وضل النص الثاني، بلكي إن شاء الله هيك حدا بيجي. إن شاء الله إن شاء الله. نتوجه للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. أستاذي يعني الأستاذ أنور حدثنا بشكل عام حول مشاكل الطرقات، أنتم كمكتب خدمي أدخلنا أكثر في تفاصيل المشكلة. يا الأستاذ حدثنا عن واقع الجسور وأيضا الطرقات الواصلة داخل هذه البلدة، أدخلنا أكثر في لب المشكلة، كم هي طول الشبكة التي بحاجة إلى صيانة، أهمية هذه الجسور الاستراتيجية وما إلى ذلك، تفضل. أستاذ علاء، أولا هون منطقة نصير يعني من أفقر مناطق يعني
شعب ولا السكان يعني من الناحية المادية، من ناحية يعني تصور حتى فاتورة الإضافة اللي ألف غير حقه عم بيجي قمنا هنشوف ما في عنده. وإجتنا هالحرب اللي بين داعش والحر 3 سنوات ما خلت لا جسور ولا طرقات ولا يعني من يعني ما هو شهر شهرين ثلاث سنوات ونحن هون عم نعاني من. وحتى الطريق اللي كان شوي ماشي حاله يعني تحفر او يعني تهدم ب يعني زياده. وهجر اللي تحدث عنه استاذنا انور عباس يعني كانت عم تربط عده ضياع مع بعضها البعض. النوب على ايام داعش حطوا له هرميل او برميلين وتفجر. ونحن كمجلس محلي ما عندنا امكانيه لاصلاح. همنا الحمد لله بامكانياتنا الماديه يعني البسيطه حطينا اكثر من 1,300,000 عليه وصلحنا النص تقريبا. وهات طرقات حوالي 22 كيلومتر انه بامكانياتنا الماديه. ويعني هل انها الجوار اللي تحفر من اسباب الحرب كانت بحلول اسعافيه وليس حلول اسعافيه. ما في عن احنا ما هولي ولا عندنا ايراد تا يعني انزفت ولا يعني هرميمات بسيطه. شكرا لك. نتوجه الى الجمهور. الأساتذة مشكورين حدثونا بشكل عام حول مشاكل الطرقات وتأثير الطرقات. يعني أنتم كمواطنون لديكم تلامس مباشر مع المشكلة وأنتم الخاسر الأكبر صراحة. يعني ما هي أبرز المشاكل التي تودون طرحها على السادة الضيوف بما يخص مشكلة الطرقات؟ تفضل. نحن بالنسبة لسكان القاطنين في قرية صندرة عندنا المزارع ما مخدمة أبدا. بعد شهر جينا نحن فصل الشتاء أكثر من 30 طالب عمل يجي على المدرسة، تشوف الطالب يرجع لركبته قاطس بالوحل. فكمان عمل يحدث عنا حالات ولادة لحتى يجيبون على المستوصف بالقرية بده تراكتور لحتى يشيل المرأة يجيبها على الولادة. فنحن بنأمل من المجلس ومن الجهات المختصة أنه تخدم لو كان بقايا مقالع. ما نطالبين نحن زفت بقايا مقالع لحتى الطلاب يترددوا على المدرسة. الله يجزيكم ألف خير بهالأمر. شكرا. أيضا تفضل. أنا مختار قرية صندرة قاسم عباس. أهلا وسهلا. حياكم الله. نحن في عنا داخل القرية أو أطراف القرية كلها يعني بده تعبيد وبده شغل. ونحن نطلب من المجلس الخدمي يخدم لنا هالشيء هذا. بدنا خدمة للشعب هذا لأن في عنا مستوصف من داخل الضيعة ما عم بحسن بطلع ولا عرشلون كلها طين وقوى المي. بدنا تعبيد الطرقات تولي داخل الضيعة ولا سيما عندنا على أبواب فصل الشتاء. نعم بدنا تعبيد الطرقات تولي كونا مجلس محلي هوني عنا وما في إمكانية لهالمجلس هذا يدير العمل هذا ونطالب المعنيين بهالشيء هذا. شكرا. أستاذ أنور نعود إليك مجددا. أين هو دوركم كمجلس محلي أمام هذه الشكاوى؟ يعني الطلاب لم يسلموا والمضحك المبكي يعني حالات الولادة والحالات الإسعافية كما تحدث الأخ باللغة العامية مشكورا يعني يستخدمون التراكتور الجرار لنقل الحالات الإسعافية. وأيضا المواطن مشكورا مختار هذه البلدة حدثنا بلسان المواطن أيضا. يعني أين هو دوركم كمجلس محلي في ضوء هذه المشاكل؟ تفضل. نعم بالنسبة لموضوع القرية إن شاء الله في عنا خطة يعني نقدر على الأقل نسوي قسم منها. يعني إذا هي كيلومتر تقريبا للمدرسة وللمستوصفات نحاول نوصل ولو بقايا مقالع إن شاء الله بنوعدكم قبل الشتاء بإمكانياتنا البسيطة يعني. لكن كالقرية كلها إمكانياتنا ضعيفة ما خرج الكل يعني.
وللمزارع يعني شغله 200 300 500 متر مقدر نخدمه بقايا مقالع، بس لكن شغله 2 كيلو متر ونجمع المزارع كلها يعني امكانياتنا ضعيفه لهالامر، لكن القدر الامكان ان شاء الله ما مقصر مع المواطن ان شاء الله تعالى. طيب استاذ انور، يعني في سياق قريب يعني انت تحدثت حول مشكله الطرقات وما الى ذلك، طب دعنا ندخل في موضوع العقارات والمنازل الواقعه داخل المخطط التنظيمي وخارج المخطط التنظيمي، يعني هل هي ايضا مخدمه بشبكه الطرقات ولو كانت يعني كحلول اسعافيه، ام ان هنالك شوارع غير مخدمه بشكل مطلق بموضوع شبكه وتاهيل الطرقات؟ لا، اولا ما عندنا مخطط تنظيمي نحن، والشبكه غير مخدمه خالص، ما في عندنا ولا طريق مخدم في قلب القريه. وهلا ان شاء الله وتعالى بدنا نحاول قدر امكانياتنا مثل ما شرحنا لك بالبدايه انه نقدر نخدم نصف القريه بامكانياتنا البسيطه. شكرا لك استاذ انور، سنكمل في المحاور المتبقيه ولكن في القسم الثاني من هذه الحلقه باذن الله. مشاهدينا الكرام، والى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم الى ختام القسم الاول من هذه الحلقه من برنامج مواطن وخدمات. سنتابع في القسم الثاني ونتعرف على ابرز الحلول الاسعافيه المقدمه من قبل المجلس المحلي لتحسين واقع شبكه الطرقات وغيرها من المواضيع الاخرى، ابقوا معنا. ربما بمجرد مشاهدتك لهذا المقطع التسجيلي الذي أخذته عدسة التصوير أثناء تجولها لتغطية مشكلة الطرقات والجسور في صندرة في ريف حلب الشمالي، فإنك حتما ستعتبر ما يفعله هذا الشاب أثناء محاولته لعبور ضفتي النهر أمرا مستغربا، ولكنه بات اعتياديا لأهالي البلدة والمزارع التابعة لها، إذ يختصرون به أكثر من 4 أضعاف المسافة الواجب عليهم سيرها في الأرض الزراعية بعد الدمار الذي لحق بالجسور الرئيسية التي تربط بين أطراف البلدة ومحيطها الخارجي. السلام عليكم، أنا من غير صندرة. نحن بدنا من طريق من صندرة على قدريش جسر، في عنا هناك 10 هكتارات أرض من غير نهر ما نقدر نقطع، بدنا جسر يا أخي العزيز. جسور مدمرة وشوارع مهترئة هو ما آل إليه الحال في هذه البلدة والتي يسميها أهلها بالبلدة المنسية، نتيجة لتردي الواقع الخدمي ولا سيما الطرقات بها وسط شكاوى ومناشدات من قبل الأهالي. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا، وبعد أن تابعنا التقرير الذي قد عده فريق البرنامج نتابع القسم الثاني من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك أستاذ أنور مرة أخرى، وبالأستاذ أحمد، وبالسادة الجمهور، أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذي، نحن قد تابعنا في التقرير الذي قد عده فريق البرنامج تخوفات المواطنين ولا سيما مع قدوم فصل الشتاء، أيضا موضوع شبكة الطرقات والمشاكل المتعلقة بشبكة الطرقات. يعني أنتم كمجلس محلي كيف تتعاملون مع موضوع الشكاوى الواردة إليكم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن بالنسبة للشكاوي يعني قدر الإمكانيات منقوم بنقدر عليه ما منقصر إن شاء الله مع المواطن، لكن مثل ما بقول المثل العربي جود من موجود، يعني الإمكانيات ضعيفة والمتطلبات كثيرة وكبيرة. بالنسبة لموضوع الطرقات مثل ما يعني تفضلنا وحكينا شرحنا لك الموضوع توا، يعني في عنا شبكة طرقات كبيرة ومعاناة كبيرة للمواطنين، حتى في ربط القرى، يعني عنا مثلا قرية كدريش تبعد عنك 2 كيلومتر، في عنا نهر بدنا جسر فيها، والجسر مكلف كتير، يعني كإمكانيات المجلس ما خرج نحن نعمر جسر ونسوي الطريق بيناتنا. وهل بتعرف السنة الماضية وإن شاء الله السنة كمان بتصير خير، الأنهر عم تفيض، يعني بالصيف ما عم نقدر نقطع لبعضنا، والمسافة 2 كيلومتر عم تصير شيء 7-8 كيلومتر تنقدر نصل للهدف اللي بدنا نصل له أو القرية اللي بدنا إياها. لذلك يعني في معاناة بالنسبة للطرقات وللجسور، أهم شيء الجسور كمان. نحن عندنا جسر تل شعير كمان، يعني وقت داعش صار في تفجير وتضرر كثير، انقطع الطريق. هلق الحمد لله بإمكانياتنا البسيطة
سوينا صلحنا قسم منه، ومنطالب إن شاء الله إذا في منظمات حدا يساعدونا فيها الطرق والجسور. شكرا لك أستاذ أنوار. نعود مجددا إلى المواطنين. نود أن يتحدث مواطن يعني عن تأثير تهدم الجسور في التنقلات، في تنقلاته، ولا سيما إذا كان يعني كما تحدث الأستاذ من مناطق كدريش وما إلى ذلك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. المواطن شريف الحمو من قرية كدريش. عندنا جسر، ما في عندنا جسر بين كدريش وسندرة، وفيه نهر. عم نعاني انه بدل ما نصل 2 كيلومتر عم نفتل الضياع 8 كيلومتر حتى نصل المحل اللي بدنا نروح عليه. وكدريش هو حل الربط بين القرى، بين الباب والراعي وأخترين. وطبعا إذا ما صار جسورة في مشاكل طلاب المدارس والمرضى اللي بدروا على مشفى الراعي، يعني في مأساوية كثيرة. صحيح، يعني ستزيد عليه المسافة 3 أضعاف، وأيضا طرقات مهترئة. شكرا أيضا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أبو يوسف من قرية صندرة. الله يسلمك يا أخي. نحن بتأثير المعركة من قبل 3 سنوات مع داعش، وصار الطريق من صندرة من تل الشعير للشمال كله صار جوار محفور. يعني ما بعرف، بقولوا عجب صيانة إصلاح كذا، من تل الشعير لقصاجغة البطال للعزتية. ثانيا، جسر تل الشعير نصه انفجر ونصه تقريبا ربعه تم. هذا الرابط بين ناحية الراعي والمنطقة عزاز، هذا الجسر الأساسي. متشكرين رئيس المجلس الصندرة، صلحوا يعني شبه تصليح كأسعافية يعني، بس ولكن بده صيانة. وثانيا، الجسر بين القدريش والصندرة جسر ما في، في نهر وجاري بالصيف بالشتاء، يعني 2 كيلومتر يضاعف 5، يعني تقريبا حوالي 10 كيلومتر. والضياع الصندرة فيها اعداديه المدارس هقيف مكيف بطل يجوا. شكرا لك، شكرا لهذه الكلمات النابعه من القلب وبالتالي التي تعكس وجع المواطن. شكرا لجميع الجمهور. نعود الى الساده الضيوف والى الاستاذ احمد. استاذ احمد، يعني المواطنون لديهم عده شكاوى، وانتم كمكتب خدمي من المفروض أن يكون لديكم دراسات. هل لديكم دراسات فعليا قد قدمت للمنظمات الداعمة، ولا سيما في موضوع الجسور تحديدا وأهميتها الاستراتيجية وتكلفتها وما إلى ذلك وأعمال الصيانة اللازمة وأيضا الطرقات، أم أنه لا يوجد لديكم دراسات وهذا تقصير منكم أنتم كمجلس محلي؟ تفضل. أستاذ الكريم، الأخوة الحاضرين، إيش ما حكوا إيش ما طالبوا حقهم، حق يطالب المجلس المحلي او المكتب الخدمي انه بدك تقدم لنا شيء. انا سابقا حكيت نحن منطقتنا منطقه نائيه، والنظام السابق همشنا من يعني من ناحيه الطرقات ولا من ناحيه الجسور ولا من ناحيه الكهرباء كذا، يعني اخر بند حاطينه كانوا ايه. فهالامر هذا، وهرجع بقول اجتنا حرب كمان، حرب ما خلت على يعني على من التحتيه ولا الطرقات ولا. وعلما انه بهالبلده والقرى التابعه لنا ما في ولا خدمه، مثلا صرف الصحي او شق طرقات كده ما في عنا يعني. هل ان شاء الله موضوع صرف صحي سيكون له حلقه مخصصه. تفضل. وبامكانياتنا البسيطه اللي يعني على الربط عم ناخذ 25 ليره، وعلما انه عندنا 14 موظف عمال اضافه ومي ومياه كذا، يعني اكثر من مرتين رممنا هالطريق من هالحفر صب الاسمنت. وهج الجسر اللي عم يحكي عنه
أخ أبو يوسف حطينا عليه أكثر من 1.5 مليون، يعني هذا يعني طبعاً، وفي ناس كمان تبرعوا، فهالأمر هذا، وهي هي يعني إمكانياتنا. طيب إمكانيات ضعيفة كما تحدثت، ولكن نعود إلى موضوع الدراسات، هل لديكم دراسات بلغة الأرقام قد قدمت أم أنه تقسيمكم أنتم كمجلس محلي؟ تفضل. نعم، عندنا دراسات كاملة عن الطرقات وعن المدارس اللي اتدمرت، عن البيوت وعن الجسور وعن الكل، ونحن قدمناهم ل عدة منظمات، ولكن استجابة كانت يعني. شكرا. نعود إلى الأستاذ أنور. أستاذ أنور، للأسف يعني تهميش في أيام النظام وعدم استجابة في هذه الأيام، أيام الثورة المباركة، لماذا هذا التجاهل من قبل المنظمات لهذه البلدة؟ تفضل. يعني كما تحدث الأستاذ أحمد، لديكم دراسات فعليا ولكن هنالك استجابة ضعيفة. يعني نحن الحقيقة في تهميش حتى الآن، في تهميش، والمنظمات مثل ما قلت لك يعني أصلاً المدينة مثل مدينة أخترين، مثل مدينة الراعي، مثل مدينة حزاز، هي خدماتها بالأساس موجودة، بس المفقود الخدمات مثل القرى النائية اللي عنا الحدودية المهمشة من قبل النظام السابق، ولحد الآن ما في شيء لسه. واقع مؤلم. طيب أستاذ أنور، يعني أنت حدثتنا أنكم قد قمتم فعلياً بحلول إسعافية وحسب الإمكان، ولضيق الوقت أترك كلمة أخيرة لك في هذه الحلقة، ماذا تود أن توجه عبر منبر قناة حلب اليوم؟ تفضل. نتوجه على المنظمات أنه ينظروا في وضعنا ويشوفوا معاناتنا، وجينا فصل الشتاء، يعني الطرقات والجسور مهمة كتير، ومعاناة الشعب نحن بالأساس شعب سوري وكله أخوي إن شاء الله. إذا كان في مجال قبل فصل الشتاء حالة إسعافية لمناطقنا، نشكر جميعا إن شاء الله. شكرا، وإن شاء الله ستصل رسائلكم وستصل هذه الكلمات إلى المنظمات والجهات الداعمة، وبالتالي إن شاء الله سيتم تحسين الواقع الخدمي. الشكر لكم صراحة يعني لحضوركم ولهذه أيضا الكلمات، يعني أنتم مواطنون أولا وبالتالي رئيس مجلس ومكتب خدمي، أنتم أبناء هذه المنطقة، شكرا لكم. وإلى هذا القدر مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مواطن وخدمات. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوف الحلقة، الأستاذ أنور عباس رئيس المجلس المحلي في بلدة صندرة، والأستاذ أحمد سطوف مدير المكتب الخدمي في هذه البلدة، وأيضا الشكر موصولا للجمهور الكريم، شكرا لحضوركم ولمشاركتكم، وكما قد تحدث للكلمات النابعة من القلب والتي تعكس وجع المواطن في هذه البلدة الكريمة، شكرا. والشكر أيضا إليكم مشاهدينا لحسن إصغائكم ومتابعتكم برنامج مواطن وخدمات، منكم وإليكم، لا تترددوا في التواصل على المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة، ومن هنا إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم برعاية الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.